شاهندة بابا في ايه؟ أصل أنا بعدين حساب بعدين، مش هنقف نتكلم في الطرق زي الشغالين. امشي. حاضر. أنا تقريبا جاهز. الزوج فين يا معالي الباشا؟ هو البي فين؟ مش كان نازل معاكي؟ معرفش، يمكن راح اوضته. راح اوضته؟ يا نهار اسود، لا يكون هرب. هرب ايه انت كمان؟ هيكون راح فين يعني؟ ادخل خلاص يا باشا، مش سامع ساعتك. خلاص ادخل. فاكر مش عارف يعني كنت بتقول لي ادخل ولا امشي؟ لا مؤاخذة، منورين نور عادل بيه. معلش يا باشا، اصل انا كنت لا مؤاخذة بستحمى. استحمى؟ اه يا باشا، النظافة حلوة، عشان انا بس حضرتك كنت نايم في الطل. اقعد يا محروس. طبعا كانت الحاجة اقعد يا محروس. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مولانا؟ منور يا مولانا. لحقتش وحشك انا طبعا، يا دوب هو سواد الليل. هو حضرتك كنت بايت معانا هنا ولا ايه؟ اهلا يا محروس. اهلا يا باشا. قول وراي. تنازلت لك يا زوجي. تنازلت لك يا زوجي. عن نفقة عدتي. على نفقة عدتي. ومتعتي. ومتعتي. وكافة حقوقي الزوجية. وكافة حقوقي الزوجية. وطلقني على ذلك. ما تنطى يا بنت. وطلقني على ذلك. قول ورايا يا محروس. حاجة هو مش ساعتك مش بقى في لسه اللي هو قبض الحلال عن الله طلاق بيقول يخلص يا محروس. قول يا محروس. يا بص ايه يعني كده؟ قول يا محروس. ايوه يا باشا. وأنت طالق مني. محروس ما تطلقنيش، عشان خاطري ما تطلقنيش. أبوس إيدك ما تطلقنيش. ما تطلقش إزاي يعني؟ مش فاهم. ما تطلقش إزاي؟ قول لهم أي حاجة. قول لهم مش هطلق. محروس عشان خاطري فهمني، أنت راجل وجدع وشهم. راجل بجد، انت الوحيد اللي هتخرجني من العذاب اللي انا عايشاه طول حياتي عشان خاطري يا محروس، عشان خاطري. يا ست يا باشا، ماشي راجل ما قلناش حاجه، بس دي كلمه وده اتفاق وده العهد وده الباشا. باشا محروس، الباشا ده هو اللي دمر حياتي. كل حاجه في حياتي غلط. انت شايف حياتي عامله ازاي؟ خمره، مخدرات، كل حاجه. اصلا اللي حصل ما بيننا ده مش طبيعي. أكيد مش طبيعي، أنت فاهم. أرجوك عشان خاطري ساعدني يا محروس، خرجني من اللي أنا فيه. عايزة أهرب من اللي أنا فيه وأبتدي حياة نظيفة. فريدة، ست فريدة، أنت فاهمة كويس إن الباشا مش مستني مني كلمة قلتها ما قلتهاش. الطلاق هيحصل وهترجعي اسم النبي حارس وطليلك. لا مش هرجع له، وأنت اللي هتساعديني ما أرجعلوش. محروس انا في حاجات كتير قوي في حياتي تعباني. انا تعبانه يا محروس. وقلت انت حاسس بيه؟ انت حسيت بيا واحنا مع بعض صح؟ حسيت انا مش طبيعي. اللي بيحصل مش طبيعي عشان خاطري. محروس ساعدني يا ابو سيد. بس 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 ابو سيد كفايه. حسيت بيا. بس بس حسيت بيك يا بص، انا الغلطه الاولى انا غلطتها، وانا بصراحه عيني فيها يعني، عرفت احللها. بس اللي عايزاها دي غلطه، انا الحاضر احللها ولا عارف ابلعها. انا مش هينفع ابدا ابقى السلاح اللي تقفي بيه قصاد ابوك. ابويا ده ايه؟ انت فاهم ابويا ده ايه؟ ابويا ده بتاع مصلحته، ما عندوش عزيز ولا غالي. النهارده هو عايزك هيفضل تحت طوعك، بعد ما ياخد مصلحته هيرميك. يعني كده كده انت خسران يا محروس، لكن معايا مش هتخسر. انت بكره قول لهم ان انت رايح اوضتك، رايح تستحمى، هتروح على اوضتك وتهرب من بره بره. انا مش عايز منك حاجه. انا مش عايزه علاقه، ومش هنقرب بعض تاني، مش هنشوف بعض تاني خالص. كل حاجه هتروح لحالها. انا هجيبك
وانا اللي هحميك وهبقى في ظهرك. مع الباشا هتبقى خسران، لكن معايا انا هتبقى الكسبان. فكر يا محروس، فكر يا محروس. ايه يا محروس؟ انت لسه هتفكر ولا حاجه؟ لا باشا. وانت طالق مني. قتلت. وانت طالق، وانت طالق، وانت طالق مني. مبروك 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 يا فريده حبيبتي. شيل ايدك من عليا وما تلمسنيش، انت لسه ما بقتش جوزي. ايه يا فريده مالك، في ايه؟ مش خلاص خدت اللي انت عايزه؟ وكل واحد فيكم عمل اللي هو عايزه؟ سيبوني انا بقى في حالي. استني يا فريده، سيبها يا باشا. معلش بلاش انت بالذات، عشان معلش هو برضه اخوها، على اساس ان هو اصل مش قادره بالنسبه له. معلش هو برضه ست هانم معذوره، حموله الطلاق دي بعيد عنك اصلا، تقيله على اي ست حتى لو كانت هي اللي ميتها على الطلاق. معلش خليك بعيد شويه. حلو يا علي، حلو يا علي، بص يا علي، بص الرزق يا علي، يالا ده رزق يا علي، شوط يالا برجلك الطرشي، حلو، حلو يا علي، حلو يا علي، يالا بص، يا ولد، أنت يا ولد، أنت يا ولد يا علي، حلو يا علي كده، حلو، حلو خالص، يالا يا، تتمناه، يا ولد، يا ولد يا يوسف، يا ولد يا يوسف، ادي يا ادي ما تقننش يا ادي. الشيخ مناعي اسمعني بس. سمحت، سمحتك يا شيخه، سمحت الرعد في وداني. ليه يا رب خدبت النسوان؟ ما احنا حلوين من غيره. يا شيخ مناعي اسمعني بس، انا عايزه اقول لك انه انا كنت. مين؟ سلمى؟ سلمى بنت فرج الطحاوي؟ حلم غريب قوي يا شيخ مناعي. حلمت ان انا بجري هنا عند زراعه البلد، وشايفه اسامه ابني من بعيد، وعمالة نادي عليه بس هو مش سامعني ولا حتى شايفني. وفجأة لقيت قدامي محروس. محروس؟ ده واحد اسمه محروس أبو خطوة، بيخدم في ضريح السيد العدوي. صحيح يا شيخ مناع، إزاي ضريح السيد العدوي في السيدة زينب وعندنا منه هنا برضو في البلد؟ وانت مالك؟ كملي الرؤية. فجأة لقيت محروس بياخد أسامة من إيده ماشي بيه. قلت له استنى يا محروس، استنى، أسامة ده يبقى ابني. قال لي مالكيش دعوة بيه، ولا هيسمعك ولا هيحس بيكي. اللي يبيع الام ما يستاهلش الضنا. ما تستهنيش، ما تستهنيش يا بنت نجيه، ما تستهنيش. ما استاهلش ايه يا شيخ مناع؟ ما تستهنيش. دقه واحده من قلب محروس. قلب؟ وانت تقصد ان محروس بيحبني؟ من هبله، من عبطه، لكن مصيره يفوق. انت بتعملني كده ليه يا شيخ مناع؟ وليه بتقولي ما استاهلش؟ وليه محسسني ان انا غلطانه؟ هي مش امي دي اللي جوزتني وانا عندي 18 سنه لواحد قد ابويا؟ انا دلوقتي اللي بقيت غلطانه؟ المظلومه هتتنصف وعلى يد محروس. هي دي الرؤيه اللي شفتيها يا بنت نجيه. لا رايح فين يا شيخ مناع؟ انا مش فاهمه حاجه. روح المحروس وهو يفهمك.